كابتن حسن احنا مبسوطين قوي ان انت موجود معانا النهارده في اول حلقه من حلقات المجري، انا شخصيا انا مبسوط قوي، يعني انا مش قادر اوصف لك السعاده ان انا بعمل انا عملت مع حضرتك قبل كده لقاء في, في احد القنوات الاخرى انما النهارده واحنا بنتكلم انا حضرتك في بيتنا هنا اللي احنا بنتكلم فيه عن كل حاجه وجماهير الاهلي مستنيه تشوف الكابتن حسن حمدي وتشوف جنبه يعني مصطفى عبده كده مفيش مشكله. كابتن حسن اثناء توليك رئاسه النادي الاهلي تحققت انجازات كبيره قوي 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 لدرجه حصولنا على الاكثر في البطولات على مستوى العالم. قاريه، قاريه. وفي نفس الوقت بطوله مم. افريقيا اللي كان هدف بتاع ابو تريكه اللي سجله في الصفاقسي. وده كان 2006 وفزنا فزنا بالبطولة ده وصلنا كاس العالم. اه وكاس العالم كسبنا البرونزيه بعد ما وصلنا ماتش السافاكس دوت بالبرونزيه، وده كان على ايامك، وحققنا الموسم ده كمان السنه دي بالبرونزيه، يعني في في تشابه في الكلام ده كلنا انما هبدا اتكلم على الانجازات اللي انت حققتها كرئيس نادي في الفتره الزمنيه اللي انت توليت فيها اكثر حصولنا على البطولات القاريه. طبعا فاكر الصوره دي يا كابتن؟ 2006 البرونزيه يا كابتن. برونزيه 2006 اه ده بس ده انا ما كنتش ما كنتش موجود معاكم في بلونزيت 2006 انا كنت في مصر هنا شفت الماتش اه بس مصر. كنت انت رئيس نادي كنت رئيس نادي اه اه بدي دي المنظومه ما احنا زي ما قلنا دي منظومه يا كابتن اه طبعا اه كنا قاعدين كمان في مكتب ياسين منصور فركنا مع بعض يعني آه فاكر الحته آه. دي اتفرجت فين على جول ابو في الصفاقس لما خدنا البطوله لا كنت هناك في تونس كنت هناك اه كنت حاسس ان احنا هنكسب يا كابتن حسن والله كنت حاسس ان احنا نكسب اه يعني تاني تايم احنا لعبنا كويس قوي يعني كويس. احنا لعبنا اول بس تايم بس بعد ما الماتش وصل لاخر لحظات صح كان عندك احساس ان احنا كان عندي احساس ان احنا لعبنا آه. كويس احنا تاني تايم لعبنا احسن من اول تايم يعني لحظه ابو تريكه ما سدد وجاب الجول انت عملت ايه يا كابتن تفتكر؟ سقفت فقط لا غير الكابتن خطيب كان جنبي ما لقيتوش لا لقيته جري بره مبسوط يعني آه طبعا طبعا لحظه لحظه تاريخيه للنادي الاهلي طيب البرونزيه اللي احنا اتكلمنا عليها 2006 يا كابتن حسن اللي هي برونزيه آه كاس العالم 2006 كويس آه والنهارده والسنه دي بنفوز بالبرونزيه برضو اه في, الـ في, الـ في كاس العالم ده بيدي بيدي معنى للكابتن حسن ايه؟ بيدي معنى ان احنا امتداد ماشي مظبوط كويس على مدار كده بس احنا كنا يعني في رأيي الشخص يعني كنا أوه. ممكن نعمل نتائج احسن من كده كاس العالم اللي فات ده لا مش اللي فات اللي قبل كده فتره كلها انت بتقول لي فتره زمنيه أيوه طويله أيوه. فاهمني طبعا صحيح عملنا ان احنا اكثر نادي خد بطولات في افريقيا طموحات النادي الاهلي يعني لما آه. تيجي تقول لي انت خسبت سبع بطولات في افريقيا النهارده بقوا تسعه ماشي اه حاجه جميله جاب منهم انت خمسه كابتن ما شاء الله وانت رئيس نادي <applause> واخد بالك اه فالمهم يعني... بين قد ايه النادي الاهلي ماشي على سيستم وعلى نظام اه اه دي ميزه ميزه دي كبيره